السلام عليكم ابنتي اولادي داخل الوطن وخارج الوطن، وكنبغيكم وكنحبكم وكنبوسكم من طنجة للقويرة. جا اليوم ان شاء الله في هاد العواشر وهاد سيدنا رمضان اللي قريب ندير معاكم وندردش معاكم شويه هاد الشيء اللي كاين. وما تخلاوش على امكم عوده بلي لايك، ما تخلاوش عليا بلي لايك، والله يحفظكم والله يستركم. وكنتمنوا ان شاء الله كيما كنقول لكم، اللي خدام الله يسهل عليه، اللي ما خدام الله يجيب ليه الرزيق في الرزيق، واللي ما مجوش الله يحل عليه البيبان دربح. كاين ولد ولا بنت ولا الله يسهل عليه. وكنتمنى لي الله وليداتي اللي ناضق والله يحفظني من شر الخلق، والله يحفظكم كما تحفظ النساء بين السنان. يا ربي يا ربي يا ربي، اللي قنطط عليه الله يحل عليه البيبان، الله يدير ليه الطريق في الضيق. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، واللي عنده حتى شي حاجه الله يفكو كما تحيدات الزغباب من العجينه، بلا هذه بلا منديكا وليداتي، والله يحفظكم والله يستركم. وكنتمنى لكم الخير وليداتي، وكنحفظ نتمنى لكم الخير. وما هادشي اللي كنشوف كما كنقول لكم وليداتي، الواحد ولا كيعض اليد اللي تمدات ليه، واليد اللي هزا اللي نقضاته، واليد اللي ربي دار السبب. ولاني هذاك السيد راه ضرب معاكم تماره ودار معاكم، الواحد يشوف غير الطعام ويشوف غير هادشي اللي كاين. وكنتمنى لكم الخير وليداتي، بلا الواحد ما يبقاش يدير بزاف، باش الواحد كيبقى والواحد يدير عليه هذاك الشيء. بحال شي واحد لا شاطو عليه فلوسو باش نعطيهم على واحد السيد نمشي ندير بهم سير للسبيطار، راه الناس راه ما لقاو باش يشريو الدواء. راه كاين اللي كيجي بعيد وكينعس في السبيطار مسكين وعائلته ما عندهمش، كيبغي اللي غير يدخل عليه غير كارطونه د الحليب، هي الاخره غير السيترو د الحليب، هو ما كيقدش يخرج. ويعني وتعاوني الناس بالدواء، وتعاوني الناس راه مشردين في الصناقي وداري فين شاطو عليك كاع هاد الفلوس حتى لهاد الدرجه. راه كاين راه كاين الحلول بزاف 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 بزاف. نعاون بنادم غير تما فين كنتي، راه كيكونوا الناس راه مشتتين مساكين بلا حتى شي حاجه. عاوني غير بنادم وقول لي راه انا راه غطلع لك القناه ما نعرفها شنو، باش غتمشي تعدي على شي واحد ما وصلني ما قربني وما دار ليا. واخا يوصلني كاع الواحد، واخا نكون قاعد الواحد دار ليا شي حاجه، انا ما نضروش. ولاني هاد الشيء فات الحد لهيه، لا فات الحد لهيك، وواحد راه غيرد على راسو. هاد الشيء اللي كنتمنى انا زعما الله يعطي لنا الصبر، انا بحال هكاك ما غنصبرش الواحد باش يكرر عليك اليوم ويكرر عليك غدا ويدير عليك البيت وداك الشيء لا. ولاني خليو منكم، راه عنده حتى هو عائلته، راه هز حتى هو هز عائلته، هز بنيتاتو، هز يعني وراه هز العائله. الله يوقف معاه والله يكون معاه في هاد العواشر، والله يسهل عليه. هاد الشيء اللي كنتمنى، وتا اللي خرج الطريق يراجع راسو، الله يردو لطريق الخير، الله يردو لطريق الخير. الواحد تا لا خارج الطريق، خارج لابيست، يتراجع يشد الطريق مزيان، ما يمشيش خارج تا يدخل في شي شجرة. النهار اللي غيدخل في شي شجرة صافي راه غيجلس، حيت راه الواحد راه واعر، لا تعدو راه واعر بزاف بزاف. شحال من واحد كيقول انا وفي الاخر النهار اللي كيطيح بحال لا طاح الجبل. شتو غير الزنزال اللي جا هذيك الخطره راه فرع الجبال وخرج منهم الماء. الواحد خصو يتقي الله ويطلب الله يسمح ليه ويغفر ليه ويدير ليه البركه في وليداتو. هادشي اللي كيطلب الواحد، وما كاين الله يستر لي ما سميتو كيخلي هذوك الدعاويل لولادو كتجري على تريك تريك تريكتو. وخلاص هذيك التريكه الاخرى كيما كنقول لكم هنا يديرنا منهم. وكنشوف الناس زعما كيديروا هذوك التابعات سميتو طالعين ليهم القنوات ديالهم وداك الشيء، ما فهمت انا والو. وكنتمنى ان شاء الله وليداتي كما كنقول لكم وليدات الرضا، وكنبغيكم بزاف بزاف. دخلوا وديروا اللايك لكم عوده، وما تخلاوش عليا بلي لايك، الله يحفظكم. واللي فيه الشر اللي فيه قلبه خايب الله يبعدو عليا وليداتي.
انا غير واحد المراه على سميتو اللي كانت منا ان شاء الله تخلو عندي الناس اللي كيبغيو الخير للناس، الناس اللي كيبغيو الخير اللي ما كيحسدوش خوتهم المسلمين. خوك المسلم كيما كان كتشوف غير شي واحد مسكين غادي وداك الشيء كتقول لي الغالب الله كما سميتو ما هذا راه عطى ربي الخير الله سميتو اللي غنعطي الفلوس على شي واحد باش ندخلو الحبس. نمشي نعطيهم غندور غير تما في راه عائلتك براسها راه كاينه دابا اللي تحت الصفر. راه الواحد شويه ما يكونش كاع بزاف الواحد غتوصل لواحد السن راه كبيره والنهار كله بين هذا وهذا راه هذه خايبه المعاوده هذوك راه كتبهدلو في بلادنا اللي كيبهدل بها الله يبهدل بها هذا الشيء اللي كنتمناو باش تطلعوا القنوات ديالكم والظرف في البلاد اللي كبرتي فيها ودرتي فيها كنت منا لكم الخير وكنبغيكم بزاف وكنتمنى لكم الخير وليداتي والله يحفظكم كما قلت لكم اللي كما تحفظ المسال بين السنان واللي عنده والديه الله يدير ليه البركه فيهم واللي مشاو عند الله الله يرحمهم في هذه العواشر الله يجعل قبرهم نار من قبر كونوا جيران ديال لاله فاطمه الزهراء مرقات الجنة يا ربي. وكنتمنى لكم الخير وكنتمناو الله ينجينا من عذاب القبر الواحد ما كيخممش الموت كيبقى كيطغى النهار اللي الله يستر هذوك اللي كيطغاو بزاف النهار اللي كيطيحوا راه ميتو. وليني كنشوف شي بعضين اللي مد ليهم يديهم حتى بينهم للناس وبينهم العباد الله ومد ليهم حشك بحال فكهم من شي حفره طاحين فيها ولاو كيتفعنوا ولاو كيمثلوا سميتو كلاو الطعام ونعسوا ودوشوا ما خلاو ما داروا هاد الشيء لا يعقل لا ما كيبغيه ربي لا العبد. وهذيك السيده اللي ناضت هذاك الماكله اللي كتوكلكم وكتشربكم صلات ودارت واحد الدوحه ولا بدا ربي غيشد ليها ولا بدا راه الطعام راه خص الواحد يرعى الطعام راعي الطعام وليداتي راه الطعام لا ما حتل اليوم في الركابي غيحتل غدا لا ما حتل هاد العام غيحتل العام الجاي. ايوا هادشي اللي كنتمنى لكم وكنتمنى الله يهديكم وما تبخلوش على امكم عوده بلي لايك ما تبخلوش عليا وليداتي غطليت عليكم الله يرضي عليكم الله يستر عليكم وليداتي وتبارك الله عليكم وكنبغيكم بزاف وكنحبكم وليداتي.